شبكات الناس في طرابلس ويكتبون عليها، اللي يكتب عليها الزنتاني، واللي يكتب عليها مصراته، واللي يكتب عليها المناطق اللي أتوا منها. خطيرة، ظاهرة خطيرة جدا لم يشهدها التاريخ. طرحنا في حلقاتنا السابقة كثير من عشم الوطن هذا السؤال، ووضعنا الأصبع على سر نار ذلك التدهور. قعدنا نتكلم على المصالحة، على اللحمة، على 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 إلى أن رأينا المكالمات بين السفير الأمريكي والسفير البريطاني مع المجلس الانتقامي الليبي. وهنا سؤالنا الليبيين وللعرب الذين يطلبون الاستقواب الأجنبي، الذين يخطط لهم نفس المؤامرة يخطط لهم، من الذي يتحمل كل هذه المسؤولية؟ ومن الذي جعل مدنيك وعي المجتمع العربي الليبي تقف على مثل هذه الرمال الملتهبة المتحركة؟ نعم، كان هناك حراك وطني حقيقي للإصلاح، وكان هناك حراك في الاتجاه الآخر تدعمه الحراك في الاتجاه منظمات دعم الديمقراطية الأمريكية، وأتينا بالمستندات وبالوثائق. كم يقبض كل منظمة ليبية ما تدعي المجتمع الوطني من NED National Endowment of Democracy؟ هذا اللي يقبضوا منا الديمقراطيين الليبيين والديمقراطيين الأردنيين والديمقراطيين التونسيين والديمقراطيين السوريين. ورأينا بالوثائق كم، وكانت كل منظمة من هذه المنظمات تقبض 169,000 دولار، وكان يرأس جانب الشرق الأوسط في هذه المنظمة. هذه المنظمة إخوتي الكرام الأعزاء اللي هي National Endowment for Democracy استقال رئيسها ألين إينشتاين، لما أسب صار صراع بين الرئيس وكذا استقال، ونشرت هذه الاستقالة في الواشنطن بوست. وقال في استقالته ماذا قال؟ لا أستطيع عمل ما كانت تقوم به CIA منذ 25 سنة سابقة. يعني عمل استخباري، ورأينا تقاريرهم كيف يبحثوا فيها لهذه المنظمة بيقبضوا الدفعات بالتوثيق بالتوقيع بالشيكات. عرضناها في التلفزيون الليبي في إذاعة الجماهيرية. قال له شنو؟ قال له هذا اللي قدامك، هذا حصاني وهذا الصدر. رأينا بيادق تهمة النخبة التي تعيش لعقود في الخارج. نعم، 40 سنة، 35 سنة، 37 سنة، ويدعمها في طرابلس كان في ذلك الوقت السفير الأمريكي جين كيرتس. هذا الرجل لما جاء واضح خريطة الطريق متاعه في مؤتمر صحفي، قال منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتدعمه قوى الظلام الذين سرقوا أموال الشعب الليبي وهربوا ويردون بها في الخارج، والاستمتاع بها يتمنوا الدولة تنحرق، ويتمنوا لأن سرقوا ولكن لم يستطيعوا التمتع بها. وتدعمه الظلمية الدينية من القاعدة والإخوان المسلمين. تلاقت هذه المجموعات وكيف اتفقت وكيف تلاقت، الله هو الذي يدري. كنا على مفترق طريق يمثله كما قلنا هاتان الكلمتان اللتين أوردتهما، تداول أم تداول. واختارت طغمة النخبة في ليبيا والعملاء والمندسين داخل العملية الإصلاحية والذين نفذوا إلى كل مفاصل الدولة الليبية، اختارت القوى الدينية الظلمية التدويل من اللحظات الأولى. وكانت كل القوى المتربصة بليبيا والوطن العربي مكشر عن يمك، كما قلت تحقيق جنديتها جازة، والتي عملت عليها لعدة عقود كانت مستعدة للانقضاض. اختاروا العملاء القوى الظلمية والقوى الظلمية الدينية وغيرها، اختار الناتو، وبئس الاختيار وبئس النتائج. اختاروا برنارد هنري ليفي، اختاروا امير قطر الذي ينفذ المشروع الصهيوني المتضلع مع الصهيونية، هو وزير خارجيته في تنفيذ مخططاتهم. ويا للهول يا للهول، تسيطر على مقدرات حركات ما تسمى ثورية كل السراق والمخانيث. اختاروا ليفي الذي وقف في مؤتمر، ونذكركم وادخلوا على السايت متاع هنري برنارد هنري ليفي على الانترنت،
لتروا محاضرته في تل أبيب، في جامعة تل أبيب، أمام شيمون بريس وليفي وغيرهما، عندما قال إن الصهيونية الحرة انتصرت بانتصار الربيع العربي، ربيع الأسود، وستكون إسرائيل، هذا بالحرف الواحد، وأني هالقومي في مأمن لعقود قادمة. قال لقد زرت مصراتة وبنغازي والبريغة والجبل الغربي، وأكد لي بأن عدوهم الأول ليس إسرائيل، ورأينا على الأرض ماذا يحدث، اتفاقيات لعمل قاعدة إسرائيلية في الجبل الأخضر، يهود ليبيين يطالبون بمليارات الدولارات ولم يستطيعوا عمل. هؤلاء اليهود طردهم ملك إدريس، ما طردهمش معمر قذافي. معمر قذافي قال لهم إذا الذي لم يتلوث ويمشي لإسرائيل وهذه بلاده يرجع. والفكرة ثلاثة أرباع شركاء اليهود الليبيين ذهبوا إلى إيطاليا وعطوهم فلوسهم وممتلكاتهم، وقال لهم الآن يريد الصلابي الشيخ الضلال كيف الشيخ القرضاوي أن ينظر أن المؤسسات الليبية، عندما كان البارح في برنامج على البي بي سي يهودي ليبي اللي هو الجربي والصلابي ويهودي تونسي، واليهودي الليبي طالب بالعودة، قال نمزق الباسبورت الإيطالي ونرجع، ونحن لنا طردنا الملك بعشرين دينار وذهبنا وبقينا في الخارج، والآن عندنا ممتلكات تقدر مطالبهم بالمليارات، وصلت 80 مليار. والصلابي يقول للدجل وتضليل الناس، هذه مسألة أمن قومي ليبي. أمن قومي. شنو عرفك في الأمن القومي الليبي أنت؟ شنو عرفك في الأمن القومي عندما ذهبت وحضرت برنارد ليفي لبنغازي وداس على العلم؟ ماذا عرفك في الأمن القومي ومعطياته عندما ذهبت إلى أمير قطر المتآمر وقلت في مقابلة مسجلة أنك أنت خذيت منا دعم 1.5 مليار دولار السلاح الذي دخل ويقتتل به الليبيين ويقتلوا الليبيين فيه ببعضهم، وقلت أن هذه الأموال اشترى بها أمير قطر اعترافات الدول بالمجلس الوطني. أين كنت من الأمن القومي الليبي؟ أين كنت من الأمن القومي الليبي عندما وطع كل من هب ودب من المخابرات الأجنبية فوق أرض ليبيا وهم يخططون لشرائها، مخابرات الفرنسية والإنجليزية والأمريكية؟ أين وأين وأين يا بطل الفيلم، يا بطل، يا جبار الناقة، يا بطل فيلم الهندي الذي سوف لن ينتهي، إذا كنت تعتقد أنت برؤيتك الظلامية من منظورك التافه اللي انت منطلق منه سوف لن ينتهي هذا الفيلم. اختاروا برنارد ليفي، اختاروا امير قطر، اختاروا افتتحوا تصور المأساة الثانية، لقوا واحد يصين في المعبد القومي اليهودي، المعبد اليهودي في طرابلس، ويجير فيه وحاط على، قال لك والله واحد ما ندرش عليه لقيناه جوه، وهاجت الناس ومجت، لأن ضمير الناس والمقاومين ما زال لا يقبل هؤلاء الذين يدكون في غزة ويقتلون في أطفال فلسطين. وذلك اليهودي من أصل ليبي الذي أحضر أوراق يدعي فيها ملكية مدينة الزاوية كاملة، وبعثه المجلس الوطني أو الانتقامي أو الانتقالي أو سميه ما تسميه لكي يأخذها، ونكر المجلس الانتقالي. يبقى إسرائيل على الخط يا صلابي من اليوم الأول، لعندما قلت لك في الحلقة الثانية المساد على الخط لم تصدق. ونؤكد ونقول لأهلنا في ليبيا في المنطقة العربية، خذوا بالكم إن حلف النيتو لم ينتصر، لقد انتصر صمود الشعب الليبي المقاوم، وما زال حتشوفوا العجب تحت قصف النيتو، وسيستمر في المقاومة الأشرس بعد ذلك. يتزامن مع هزيمة النيتو من؟ هزيمة الأنظمة العربية المتضلعة في هذه المؤامرة، والممول الرئيسي لها بثالوث الكفر، الإعلام والسلاح والمال. وهزمت النخبة أو طغمت النخبة سواء في ليبيا أو منفكرين وصحفيين عرب، أنطلت عليهم هذه المؤامرة الدنيئة، انهزمت المرجعية الدينية الظلمية والتي نراها في فكر الإخوان وفكر القاعدة، وبشكل مفضوح اصطفافها مع النيتو، وأصبحوا يجيبوا في الآيات والأحاديث والكذب، ومنهم من قال
أرسل الله طيرا أبابيل رحمة النيت وهكذا، والتي تسعى لاختسام كعكة الوطن المغموسة في دماء الليبيين. رأيتم الجرائم، رأيتم هتك الأعراض يا ليبيين، رأيتم سلب البيوت، رأيتم. نحن لا داعي نقول لكم ولا نحرضكم على المقاومة، لأنكم أنتم من اليوم الأول تقاومون، والآن رأيتوا حتى بعض الأخوة التي كانت ضبابة على عينهم في ترهونة زي النعاجي ردوا والتحموا، لأن ترهونة مناضلة وشريفة وستكون شريفة إلى الأبد. الشغب الشعبي، الشغب الشعبي، شغب شعبي، أي هذه ليست ثورة ولكنها عورة. الشغب الشعبي الذي يقوده حلف النيتو وبرنارد هنري ليفي وأمير قطر والطهمة من العملاء أتى بالدمار وبالفتنة الجهوية والقبلية والنهب والسرقة والإخصاء وتصفية الحسابات الشخصية والاستيلاء على ممتلكات الناس وبيوتهم، ونقول لهم انتظروا انتظروا. الآن بعد ما شاهدنا ما حصل من دمار في ليبيا من غارات حلف النيتو إلى جرائم ثوار النيتو على الأرض وسط صمت القبور في العالم العربي والإسلامي للأسف، والمجتمع الدولي بكافة منظماته الحقوقية والإنسانية الكاذبة، وسيقولون أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نحن بحاجة الآن للعرب والمثقفين الشرفاء لاستفافات جديدة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. نحن بحاجة إلى أممية جديدة وليست التي صمتت صمت القبور، والتي جعلت من الرئيس الفرنسي ساركوزي يقول ليس هناك مظاهرة واحدة خرجت ضدنا في أي مكان. وهنا في الوقت ما زال حلف النيتو متورط في ليبيا ولم ينتصر، لا هو ولا عملائه، اتجهوا للضغط على بلد عربي آخر سوريا، آخر قلاع الصمود ضد المشروع الإسرائيلي. نعم، نوجه كلمتنا للطغمة الحاكمة، للطغمة النخبوية التي تحكم فكر هذه الدول في العالم العربي. الطغمة النخبوية، مش الحكام، الطغمة النخبوية. نحن مع الديمقراطية الغير مدعومة أمريكيا، نحن مع التعددية، نحن مع الدستور، نحن مع كل هذه المعاني الجميلة والتي كانت ذريعة لديكم لجلب الاستعمار واحتلال ليبيا، ولكن لسنا مع صندوق دفع دعم الديمقراطية، وليس مع الـ NED، وليس مع مشروع برنارد هنري ليفي، لسنا مع هؤلاء كلهم، لسنا مع إسرائيل، لسنا مع أمير قطر، قطر الذي يحيك هذه المؤامرة ويدفع ثمنها جهارا نهارا باحتراف الصلابي على حلقتين لمدة 4 ساعات على محطة ليبيا تي في. لسنا مع هؤلاء، والأهم لسنا مع اقتصاد السوق اللي تدفع إليه الذي تريده أمريكا والغرب والذين يعانون منهم هم أنفسهم. ونرى الآن ثورة الألف مدينة اللي قبضوا عليهم واللي قلنا عليهم أن هذا السوق سينتهي وسياسة السوق ستنتهي، يريدوا أن يوجهون بسياسات الخصخصة. فلذلك البنك الدولي جاء إلى ليبيا لخصخصة المشاريع، نعم، التي كان مشروع الحضاري الليبي يقف في وجهها. نحن نحدد نوع اقتصادنا وليس هم وتوجهاته، ونتساءل ماذا قدم اقتصاد السوق لمدة والنخبة الإربرية 500 عام. قدم 1.5 مليار من بني آدم تحت خط الفقر، قدم 375 ملياردير يملكون أكثر من ميزانية 48 دولة. هل من يريد أن يستنجد بعالم دمر العراق وأفغانستان وليبيا ويدعم المشعور الصيني ولوث الصهيوني ولوث البيئة؟ هل هذه تنمية؟ هل هذه ديمقراطية؟ هل هذه تعددية؟ ماذا عملت المنظومة الرأسمالية منذ 500 سنة؟ نحن قلنا في حلقاتنا تحية لبني وليد، بني وليد قصة أخرى، قصة من النضال في ليبيا، قصة سطرها الأبطال وسطرها الرجال وسطرها الأشراف. بني وليد قبيلتي التي انتميت إليها. الأسبوع اللي فات داروا